السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي وحبايبي، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. جنالكم النهاردة بفيديو جديد على قناتي برنسيست المطبخ. هنعمل مع بعض طاسة المكرونة بالبينك صوص، إنما حاجة خيال، روعة. هنعملها مع بعض، هنعملها في الطاسة في الصينية، وهنعملها كمان في الطاجن، والطعم هنا أو هنا أروع من بعض. المكرونة دايبة معانا في الصوص بتاعها، وجبنة الموتزاريلا سايحة على الوش، حاجة كده خرافة فوق الخيال. يلا بينا حبايبي مع بعض نشوف عملناها ازاي. بس طبعا قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي، ولو مش مشتركة في القناة فضلا وليس أمرا اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتنسيش اللايك. ويلا بينا نبدأ. معانا هنا صينية على النار، حطينا فيها معلقتين من الزيت النباتي وكمان مكعب من الزبدة، هنسيبهم لحد ما الزبدة تسيح ودرجة حرارة الزيت تعلى معانا، علشان هننزل مع بعض قطع من صدور الفراخ متقطعة تنزل كده تاخد صدمة علشان ما تنزلش مية منها كتير. ما بنقلبهاش خالص، من بس بنفردها بالراحة كده لحد ما تاخد صدمة من الوش الأولاني، وبعدين هنقلبها علشان تاخد صدمة من الوش التاني لحد ما يتغير اللون بتاعها معانا. هنا خلاص الفراخ بتاعتنا اتغير لونها وخدت صدمة، وزي ما انتوا شايفين ما نزلتش كمية مية كبيرة ولا حاجة. هننزل دلوقتي بقرن فلفل اخضر بارد او حامي حسب اختيارك، بس طبعا لو في حتة سبايسي بيكون الطعم اجمل بكتير، وكمان معلقة من التوم. هنقلبها لحد ما ريحة التوم تطلع معانا، ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، فلفل اسمر وبابريكا وزعتر ناشف، ونقلب بقى الفراخ بالتوابل بتاعتنا في بعضها لحد ما نشم ريحة التوابل وهي متحمصة وطالعة. نقلب فيها كويس جدا، وبعدين هنظبط الملح بتاعنا ونغطي على الفراخ ونوطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي. هنا يا حبايبي الفراخ بتاعتنا استوت اهي، واستوت كويس جدا. هنشيلها بقى من الطاسة بتاعتنا، شلناها كلها، وفي نفس الطاسة اللي كنا بنعمل فيها هننزل بمكعب زبدة، واول ما يسيح هننزل بمعلقة ثوم مفروم ونشوح الثوم، وبعدين هننزل بعصير طماطم فريش. هنظبط بقى التوابل بتاعت صلصة الطماطم بتاعتنا، فلفل أسمر، شوية كمون وزعتر والملح بتاعنا، ورشة سكر علشان حموضة الطماطم، رشة سكر صغيرة جدا. هنقلبها بقى ونغطي عليها ونسيبها لحد ما تتسبك. هنروح بقى لحد ما الطماطم بتاعتنا تتسبك، هنيجي هنا ونعمل الوايت صوص بتاعنا. هنجيبنا حلة على النار، هنحط فيها زيت، معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنة، ونسيب السمنة لحد ما تسيح. السمنة بتاعتنا هنا ساحت اهي، هننزل بأربع معالق من الدقيق. طبعا كمية الزيت والسمنة المادة الدهنية بتبقى قد كمية الدقيق بتاعتنا، احنا مش عاوزين كمية الدقيق تكون كتيرة قوي علشان ما يبقاش سمك الوايت صوص بتاعنا تقيل قوي. هنقلبه بقى، نحمر الدقيق شوية علشان بس ريحته تغير، ما يبقاش ريحة الدقيق في قلب الصوص بتاعنا. هنا خلاص الدقيق بتاعنا اتحمص، ونزلنا بمكعب مرق الدجاج عليه، وبعدين هننزل بلتر الحليب بتاعنا.
وطبعا ادينا فيه بنقلب وننزل بالحليب شوية شوية مع التقليب علشان ما يكلكعش مننا. هنحط بقى الملح بتاعنا، نظبط الملح بتاع الصوص ونقلب لحد ما القوام يتقل معانا. هنا وصلنا للقوام الكريمي اللي احنا عاوزينه. خلاص كده الوايت صوص جهز معانا، وكمان الصلصة اتسبكت معانا كويس قوي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنحط بقى الوايت صوص على الصلصة بتاعتنا ونقلبهم في بعض. كده عملنا البينك صوص بتاعنا، هنقلبهم. هتلاقي اللون بقى معاكي بقى وردي، بقى لون بينك، ريحته خطيرة، طعمه جنان. لو لسه ما حطيتش اللايك ما تنسيش اللايك بتاعنا. هنا بقى نسلق المكرونة بتاعتنا، مية مغلية، حطينا الملح بتاعنا وهنحط المكرونة ونسيبها تتسلق. بس هنسلقها حوالي 3/4 سوا او 90% من السوا، مش هنسلقها سوا كامل. وهنا الصوص بتاعنا اهو جاهز، شايفين لونه جميل ازاي، لونه تحفة. المكرونة بتاعتنا بقى بعد ما اتسلقت وصفيناها حطيناها على الصوص بتاعنا وقلبناها. احنا شلنا حوالي نص الصوص قبل ما نقلب فيه المكرونة. قلبنا الصوص اهو، وكمان هننزل بقطع الفراخ اللي احنا كنا مسوينها وهنقلبها برضو كلها في قلب المكرونة عشان الطعم كله يمتزج مع بعض. كده خلاص قلبناها، وادي بقية الصوص بتاعنا اللي احنا كنا ناقصينه هنحطه على الوش. طبعا علشان المكرونة لما تدخل الفرن يبقى الوش بتاعها شكله حلو. هنحط بقى جبنة موتزاريلا على الوش، هنغرق الوش جبنة موتزاريلا. وكده حبايبي الصينية بتاعتنا جاهزة ان احنا ندخلها الفرن. هندخلها تحت الشواية تاخد لون ونطلعها على طول. وادي حبايبي شكل الصينية بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شكلها تحفة تحفة جدا، والريحة طالعة خطيرة جدا جدا جدا. وعملنا كمان طاجن بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الصينية، حطينا برضو المكونات في الطاجن وجبنا على الوش ودخلناه الفرن. وادي كده حبايبي وصفتنا النهاردة خلصت، اتمنى تكون نالت اعجابكم. لو الوصفة عجبتكم ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.